بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير وحياكم الله، وحلقة جديدة من برنامج بين جيلين. حلقتنا بإذن الله تعالى لهذا اليوم سوف نتحدث عن الآباء والأبناء واختيار الصديق. هذه الحقيقة موضوع حساس جدا، ويشتكي منها الأبناء ويشتكي منها الآباء. لعلنا في هذه الحلقة إن شاء الله نجلي النظر حول هذه المسألة. معي ضيوفي في هذا اللقاء الدكتور أحمد بن حسن الزهراني، حياك الله دكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، كيف حالكم دكتور؟ سلامك الله. دكتور أنتم وين بالضبط عملكم الآن؟ حقيقة في أحد الشركات الكبرى، مخطط استراتيجي ما شاء الله، وكذلك مستشار الجودة، ومستشار في موقع المستشار أسري وتربوي، وعضو الجمعية السعودية للإدارة. ما شاء الله، الله يحييكم دكتور. الله يحييك. وأيضا معنا الأستاذ عبد الله ابن عايض الشمراني، حياك الله. حياكم الله يا أستاذ إسماعيل. أهلا وسهلا، وسعيد بوجودي معكم اليوم. الله يحييك. أتمنى إن شاء الله أن يكون فيه الفائدة للجميع. أستاذ عبد الله، طبعا أنت عميد متقاعد، كنت تعمل في القوات الجوية، الآن في عمل معين أو خلاص؟ والله نعم، عندي بعض الأعمال، بعض النشاطات. لأن ترى من الأشياء اللي أنا جالس أبغى، يعني أبغى أسوي حلقة عن الآباء ما بعد مرحلة التقاعد. جميل. مرة سألت بعض المدراء مدارس، كنا نسوي دورة، أقول لهم بعد التقاعد إيش بتسوون؟ فكلهم كانوا يقولوا إن والله يلا حسن الخاتمة، ما في تخطيط لمرحلة ما بعد التقاعد، فهي تحتاج جلسة. هاجلس أنا وياك عليها إن شاء الله. الله يحييك. هي مرحلة من مراحل الحياة التي يمر بها. مرحلة جديدة. مرحلة جديدة ولها متطلباتها، واستمتع الإنسان. الناس الحقيقة تخطط لأجل هذه المرحلة لأنها انطلاقة جديدة. حياك الله موسى الفيفي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. أنت وين أخوي موسى؟ تخرجنا الآن من جامعة الإمام. ما شاء الله. أي تخصص؟ كلية أصول الدين. ما شاء الله. وتنتظر الفرج؟ نقدم. الله يسر. الله يحييكم. محمد عبود الكثير، حياك الله. الله يحييك يا محمد. انت تعمل ولا طالب ولا؟ لا، عامل. تعمل؟ اي ما شاء الله. الله يحييكم جميعا. اهلا وسهلا. طبعا الاباء والابناء واختيار الصديق موضوع في غايه الاهميه. انتم كاباء دائما تقولون والله يعني احنا من حقنا ان نتدخل في شؤون ابنائنا، ومن حقنا ان نختار لهم الصديق، من حقنا ان نختار لهم كل شيء في حياتهم. بس انا ابغى اسالكم، يعني وين الثقه اللي المفترض ان تعطى للابناء؟ اذا كان انتم من حقكم تاخذوا كل شيء، كيف بكره نبغى جيل عندنا ممكن نثق فيه انه يستطيع ان يعتمد على نفسه طالما انتم تتخذوا قراراتهم؟ تفضل دكتور احمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفي المثل العام يقول: قل لي من تجالس أقول لك من أنت. نعم، والصاحب ساحب. وكما يقال الصاحب ساحب. حقيقة احنا لابد أن نرجع للوراء قليلا. نعم. الثقة لا تأتي بين عشية وضحاها للابن، ولكن انظر على ماذا أسست ابنك. نعم. التأسيس مهم جدا في السبعة الأولى للابن، وكما قيل في الأثر: داعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. نعم. في هذه اللحظات السبعة أو الأولى لابد أن تغرس في ابنك جميع تعاليم
الدين الحنيف وتنشئه النشأة الصالحة. في هذا السن الابن يتلقى، لأن مصادر التلقي هنا ثلاث: المصدر الأول المنزل، والمصدر الثاني المدرسة، والمصدر الثالث الشارع، أيا كان، سواء من الجيران أو من الأقرباء. بس ما تعتقد دكتور أن هذه يعني إذا كان لاعب ابنك سبعا، فمعناته السبعة الأولى هي مجرد لعب وحنان وعاطفة وحب إلى آخره، لكن السبعة الثانية اللي هي من سبعة إلى 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 14 هي فعلا، أو من سبعة إلى السبع سنوات الثانية هي فعلا السبعة اللي يتلقى فيها، سواء في المدرسة أو يكون هو يستوعب أيضا ماذا نقول له. السبعة الأولى يتلقى كذلك منك، ويتلقى من حواليه مجتمعه اللي هو يعيش فيه، البيئة. التلقي الأول أو المصدر الأول اللي هو المنزل هو الركيزة الأساسية التي يبني عليها هذا الطفل حياته. دائما الطفل يحب أن يقلد أبيه أو أمه أو إخوانه، وفي نفس الوقت يحب أن يبرز بشيء ما لكي يلفت انتباه الوالدين. فهذا البروز وهذا التلقي من الوالدين أو من الأقرباء دون أن تصدم الابن الصغير في هذا السن تعطيه الثقة في انطلاقة اللسان، في أخذ الرأي، في العطاء، في كذلك استقبالهم منك إذا أردت ماذا تأمره مثلا، أو ترغبه في الصلاة، في حفظ القرآن، في بر الوالدين، في دراسته للكتب، ولكن حسب سنه الذي يتقبله. السبعة الثانية وهي السبعة التي هي أدبه سبعا، تبدأ ترى عليها أثار السلوك سواء من المدرسة أو من الشارع. الآثار هذه التي وجدتها على ابنك سواء إيجابية أو سلبية تبدأ أنت تعالجها بطريقة لا تصطدم مع ابنك فيها. طيب أي نعم. يعني بالحوار باللين، بالحوار بالهدوء باللين. طيب ولكن في هذا السن، في هذه السبعة الثانية الابن لا يرغب أن تصطدم معه، يعتبر أنه هو على حق نعم. في كل ما يقوله، ولكن هناك أساليب أخرى تستطيع أن تصل مع ابنك فيها، أن تعرض له، لأنه يرى أن الأستاذ أو الزميل كلامه مقدم على كلام الوالدين، فبالتالي أنت لا تصطدم معه كي يتقبل كذلك رأيك ونصيحتك. تمشيها لا يعني، لا تتجاهل. لا مو تجاهل، إنما أحاول أتقبلها ابتداء، وفيما بعد في جلسة أخرى أعرض، إما بذكر قصة ما، أو أقول مثلا الذي يمشي مثلا في هذا المجال أو في هذا الطريق قد يحصل له كذا وكذا جي. وكذا، فتبدأ تعرض له دون أن تصرح. وممكن تستخدم الطرف الآخر اللي هي أمه أو أخيه، أن تبلغه بطريقة ممكن يتقبل منها. تمام. شيخ عبد الله تؤيده في الرأي؟ يعني أول سبعة تربية وتعليم، ثاني سبعة متابعة وتوجيه. بسم الله والصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. حقيقة متفضل سعادة الدكتور، وانطلاقا كذلك من مبدأ الإسلام العظيم وقول الرسول المعلم الأول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فانطلاقا من هذا المبدأ الآباء عليهم دور حقيقة تجاه الأبناء، بأن يرعوهم بما أنهم مسؤولين عنهم أمام الله، أمام المجتمع، أمام الحياة التي ستقابلهم فيما بعد. أؤيد يعني سعادة الدكتور فيما ذهب إليه، لكن معنى الشيخ عبد الله يعني أنا بقول لك، يعني تخيل طفل عمره 5 سنوات تجي تتكلم معه عن جنة ونار. نعم، هذا يكون سلمك الله بالأسلوب المناسب، يعني خاطب الطفل بما يستطيع أن يستوعب تفكيره وعقله. هو ما أنا ما أعتقد أنه يستوعب فعليا إلا بعد 7 سنوات، حتى أساسا إقرار المدارس لسن 7 سنوات هو السن الفعلي اللي يبدأ فعلا الطفل يتلقى فيها.
ما عدا ذلك هو يحتاج إلى حنان وعطف وأيضا التربية بالقدوة. يعني هو يشوف أبوه يحاول أن يقلد أبوه حتى في الصلاة، هو يشوف أبوه يقوم يصلي يتسنن في البيت يقوم يصلي مع أبوه كذا. يعني أنا هذا وجهة نظري يعني وأنتم نعم، ولكن هذا لا يمنع أنه مثلا يعني ألفاظ محببة مثل الله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم حينما تتردد هذه على 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 مسامع الطفل منذ نعومة أظفاره قبل أن يبلغ 7 سنوات، يعني هذه تهيئ لما بعدها لمرحلة التلقي للسبع كما تفضلت. جيد. موسى ومحمد، موسى الآن أنتم يعني الآباء يقولون أنهم من حقهم أنهم يتدخلوا في حياتكم وفي اختيار الأصدقاء، وهذا جزء من مسؤوليتهم هم كآباء. أنتم دائما كأبناء تنفرون من مثل هذا الأمر وتعتقدون أن التدخل في شؤونكم وفي حرياتكم، خاصة إذا قلنا بعد 14 سنة أنتم إذا جاء أحد يكلمكم تزعلون مباشرة، أنا رجال أنا أعرف مصلحة نفسي، يعني من هالكلام الكبير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. نعم صلى الله. أنا أعارض الشباب والله الذين يتصدون أو يتحجرون من ناحية قبول آراء والديهم في اختيار أصدقائهم. لا بالعكس، الأب سبقك بخبرة، الأب سبقك بمراحل عمرية، الأب سبقك بتجارب، سبقك بمعاش مع الأصدقاء. يعني ما المانع أنك تتقبل رأي والدك في كونه يقول يا ولدي هذا الصاحب إن وجدت منه سلوكا حسنا أخلاقا حسنا فالزم تمسك به، والصاحب الذي تجد منه أخلاقا سيئة منحرف لا سمح الله اجتنبه وابتعد عنه. فأنا ضد الشباب الذين لكن يمكن أبوك فاهم غلط. يعني أنت تشوف أن الولد يعني خاصة أنتم في مرحلة الشباب تعتقد أن هذا الشاب بالعكس كويس، يعني ما عندك المعايير اللي عند والدك. أنا الآن لم أمنع من رأيي، أنا الآن تقبلت رأي آخر فقط. أيوة. يعني أب موجه ومرشد، لكن قد يكون مثل ما قلت يعني الأب يفرض سلطات ليس يوجه، لا يا ولدي اسلك طريق الصاحب الفلاني. طيب الصاحب الفلاني يا والدي كيف؟ يمكن ما يكون على سلوك حسن أو بأخلاق حسنة، فهنا أتصدى لرأي الوالد وأقنعه بأسلوب حسن أن هذا صديق لا صديق سيء لي. فنعم يعني الأمر يقبل هكذا وهكذا، فإن كان رأي الأب مسدد في اختيار الصديق لا أسلك، ورأي أبي مقدم وبتجاربي أنا مع أصدقائي وجدت. وتترك صديقك؟ لا لا لا، أنا أقول لك إن هذا جانب، الجانب الآخر لو أصر والدي وكان الصديق صديق حسن فأنا أحاول أقنع والدي بذلك. ولا اقتنع؟ ولا اقتنع عد الله أعلم، هل نقدم بر الوالدين على نحاول بإذن الله سيقتنع. أنا أتوقع أن الأب يحب الخير لابنه ويتمنى أن يصاحب من هم أحسن منه، فلا أتوقع أن يرفض. محمد رأيك تؤيد الآباء في هذا الأمر؟ نؤيد الآباء في هذا الأمر، بس لكن أنهم يسائلهم يعني يختارون لكم أصدقائكم صحيح، بس لكن لا يكون يفرض علينا ثقافة الفرض علينا، يعني أنه يفرض علي أني أمشي مع فلان وفلان وفلان، هذا ابن الجيران ما شاء الله أشوفه. يعني الوالد مثلا يقول أشوف هذا ابن الجيران ما شاء الله عليه، بس أنا أشوفه شيء ثاني. يعني نظرة الوالد مش زي نظرتي، يعني نظرة الوالد يمكن الوالد يشوفه بس الفترة هذه اللي يمكن يروح فيها المسجد يروح فيه. أنا خالط الشخص هذا فأشوف منه الأشياء اللي هو ما يشوفها من الوالد، يعني هو العكس يعني. لكن يعني معلش، إذا كان أباؤكم يختارون لكم أصدقائكم وأباؤكم يختارون لكم نوع السيارة وأمهاتكم تختار لكم زوجاتكم، أنتم مش فائدتكم في الحياة بس تأكلون يعني وتنامون ولا إيش؟ وين شخصيتكم؟ لا بالعكس، أنا أقول لك نتقبل رأيه، هو سبقنا بخبرة سبقنا ب، فما المانع؟ أنت سؤالك في هل نتصدى أو لا، لكن يبقى لي رأيي. أنا أقول يعني يبقى لي رأي، يعني بس إن وافقت رأي والدي فأهلا وسهلا. نعم. إن عارضت فأسلوب الإقناع نحاول بإذن الله أن نقنع أبنائنا. يعني الأبناء الحقيقة يعني جيل من الشباب يعني يعتقدون أن أنتم يعني تدخلكم في هذا الشأن هو نوع من الإقصاء لرأيهم. وتعرفون يعني الشباب أكره شيء عندهم أن أنت تجي وتوجهه وتتدخل في شؤون حياته. أنتم كآباء يعني يفترض أنكم من البداية مهدتم لهذه المرحلة، مهدتم حتى في إيجاد معايير لأبنائكم في كيف يختارون الصديق. يعني الشاب ما يدري يجي يجلس جنب زميله في المدرسة في الفصل قال والله هذا ما عنده معايير ما يعرف يختار صديقه وكذا،
وأنتم ساهمتم كآباء، بعدين لما كبروا قمتم تتدخلوا بعنوة بقوة في أنكم لا هذا ينفع هذا ما ينفع، أنتم من البداية ما أسستوا لهذه المرحلة. تفضل دكتور. أخي الكريم، كلام الأخ موسى كلام جميل جدا، قال أنا أخذ خبرة والدي ولكن لم يفرض علي، أكبر منك بيوم أعرف منك بسنة، أنا أبغى ابني يبدأ من حيث ما انتهيت، لا أريد أن أعنيه يبدأ من جديد، أنا علي أن أخيره في قضية زواجه، قضية دراسته، شراء سيارته، لكن لا أفرض عليه، ولكن لابد أبين له الإيجابيات والسلبيات، وبماذا أنصح لك يا ابني؟ أنصح لك بكذا وكذا وكذا، انظر ماذا ترى. لا تفرض على ابنك الكلية الفلانية ثم إذا أخفق فيها علق عليه التبعة، ولا تفرض عليه كذلك الزوجة الفلانية أو المرأة الفلانية ثم إذا حصل هناك خلاف قال أنت السبب في ذلك، ولا تفرض عليه كذلك السيارة التي لا فيها لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، السيارة التي لا دخل في الأمر ولكن تخشى أن يقع مثلا في مثلا صيانتها وإلى ما هو مصاريف وخلاف ذلك، ثم بعد ذلك يقول أنت الذي أشرت عليه بذلك، ولكن لابد أن تضع لابنك منهج في الحياة وتوريه يا ابني لابد أن يكون تكون حياتك بالطريقة الفلانية، ولابد أن ترى هذا الطريق الصحيح، ولابد أن تنتبه من هذا الطريق الخطأ، ثم بعد ذلك تتركه تعطيه الثقة وتوجهه من بعيد، لكن لا تصطدم معه ولا تحسسه بالقصور، وكذلك كن معه اللي هي في السبعة الثالثة خاوه سبعة. أنا الذي أنتقده حقيقة مسألة عند كثير من الآباء أو عند البعض من الآباء، ما ودي أقول كثير، بعض الآباء يكون قفل فيشد على أبنائه في السبعة الأولى ثم يشد على أبنائه في السبعة الثانية ثم يشد على أبنائه في السبعة الثالثة، ماذا تريد أن يكون؟ أو العكس، ثم يقول أبنائي طلعوا عاقين أو طلع عاق أو لماذا يراددني أو لماذا سلك المسلك السيء. نعم، أني ما قصرت. أيه، وأنا ما قصرت، وأنت الأساس تأسيسك كان سيء. نعم، وكنت كانت توجيهاتك ونصائحك سلبية صرفة، فوجدت المقابل. طبعا احنا لا نؤيد أنه يكون أي شاب أن يقابل ابنه بهذه، لكن نقول التأسيس دور مهم. في المقابل كذلك بعض الآباء وللأسف يداعبه سبعا ثم يداعبه سبعا ثم يداعبه سبعا، ماذا تريد أن يكون أو يخرج؟ لكن الوسطية مطلب، الوسطية مطلب رئيسي جدا في التربية والتوجيه. جيد. لكن أهل التربية يعني يقولون أن من المناسب أن نترك لأبنائنا فرصة أنهم يجربوا ويخطئوا ثم يتعلموا من هذه التجارب، لأن احنا دائما كآباء نسعى ان نوصل ابنائنا نقول لهم يا انا ترى سبقتك بهذا الامر، وصلت الى هذه التجربه والى هذه المرحله تراها ما تنفع لك، هو ما يستجيب، اعطه فرصه يجرب، بالذات في الاشياء اللي ممكن يخطئ فيها ويكتشف صحه كلامك ويرجع لك، حتى يعلم انك انت ممكن تكون المستشار اللي يعني ياخذ برايه دائما. ليش ما نعطيهم فرصه؟ جميل جدا، ولكن قبل هذا استاذ اسماعيل تسلم، حقيقه وضع المعايير التي بموجبها يعني يتم اختيار الصديق، ووجود الحوار الاسري بين الاب والام والاخوه سواء كبارا او صغارا، طبعا احنا نتكلم عموما هنا. نعم، لكن كان المستهدف هنا يمكن الشباب اللي بالغين او حول المراهقه. نعم، ويمكن هذول اكثر شيء هم يعني يمرون بتجارب صعبة شوي. نعم، ويحتاجون حقيقة مساندة من الأهل، بالذات من الأب ومن الأم، سواء كان شاب أو فتاة، بالحوار. أنا حقيقة أرى أنه بالحوار الأسري ووضع معايير محددة لاختيار الصديق إن شاء الله بأنه بيكون يعني في الطريق الصحيح، إن شاء ولو زي ما تفضلت أخطأ ولا رأى من صديقه هذا يعني أنه خرج عن هذه المعايير، إذا كان إيجابياً ومن تربيته إيجابي سيحاول أن يأثر على على, نعم. على 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 يعني صديقه، وإن لم يرى يعني منه فائدة فقد يعني يلجأ
إلى أنه يستشير والده أو من يراه يعني فيه الكفاية. نعم. فيعني العملية تفاعلية. جيد. في رأيي. أنتم بقول لكم شيء يعني يمكن الآباء يعني انحرجوا يقولون لكم عليه، بس خلينا أنا أقول لكم بصفتي أب قادم. أنتم الآن كأبناء يعني ليش هم يتدخلوا؟ لأنهم إذا تركوكم تتخذوا قراراتكم غالبا تتخذوا قرارات خاطئة، وغالبا من يتحمل مسؤولية هذه القرارات؟ الأب. يا تدخل في ديون، يا تتورط نفسك في مشاكل معينة، يا مدري إيش، ثم نلحق ما تلحق. فعشان كذا هو يتدخل، يعني ما يبغاك توصل لهالمرحلة ولا يبغاك تحرجه أيضا. فهذه من الأسباب اللي تجعل الآباء يتدخلون، ولا لا؟ صحيح؟ نعم. والله أنا لا أمانع التدخل، أنا هنا لا أمانع، أنا كل أقول له بالعكس أنت أبي وأتقبل منك أي شيء، التبعات الله يعينك أيها الأب تتحملها، فأنا ولدك اسمي مضموم لاسمك فالله يعينك، لكن لا أنا أتوقع بالتوجيه والإرشاد والدعاء أيها الأب، يعني لن بإذن الله لن يخيبك الله، سيصلح أولادك بإذن الله وسيسمعون كلامك، لكن التوجيه والإرشاد وباللين وبالحكمة ستعالج الموضوع بإذن الله. نعم. ولن يبقى عائقا بإذن الله. بإذن الله. والله أستاذ سمير أشوف نظرة يعني اللي كانت على قول الأستاذ الدكتور أحمد. الدكتور أحمد كبداية اهتمينا بالنشأ الصغير هذا وعطيناه القيم الحسنة والأخلاق الإيجابية، أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يراها في المنزل، بالتأكيد في السبع الأخرى يعني سيخالط من هم بشاكلته يعني على نفس النهج اللي هو تعلموا لما اذا شاف شيء غريب عنه حيبتعد عنه، يعني ما نروح نهملهم في بدايتهم ثم بعدين نجي نتدخل ونقول لا من حقنا نتدخل. طب مو انت بالبدايه خربت حست الدنيا. وهنا كلامه فعلا حقيقي في مساله التاسيس، ان تضع لابنك قاعده صلبه ينطلق منها. لذلك زي ما تفضل اخي محمد، بمجرد ان يختلط باناس اصحاب سلوك سيء يرجع إلى القاعدة. نعم. التي رباه والده عليه، حتى لو دفع الفضول لمعرفة هذا العالم إلا أن نعم. لذلك إذا, إذا, إذا أسست، طبعا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، إذا أسست ابنك التأسيس صحيح وضعت له قاعدة صلبة، مهما خالط ومهما تصرف وأخفق يرجع بإذن الله. ولكن إذا أسسته تأسيس رخو لا شك أنه قد ينجرف إلا إن شاء الله. طيب في حال ان الابن شيخ عبد الله وايضا توافق اذا كان ايضا عندك تعليق دكتور، في حال ان الابن اصر على صديق هو يرى انه صديق عزيز يعني مو معلش يعني ما عجبك انت كاب يعني هو مرتاح له واصر على صديقه هذا، انت وش ممكن تتصرف كاب؟ والله يعتمد على درجة يعني حقيقة علاقة ابني مع هذا الشخص، فإذا كانت العلاقة وثيقة مرة واحدة ممكنني أنا أستعين بجهات أخرى، إذا يعني فشلت في 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 إقناعه بأن هذا الصاحب أو هذا الصديق لا يناسبه. يعني جهات أخرى كيف؟ جهات أخرى مثلا قريب، عم، خال، إنسان يحترم هذا الـ 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 الابن فقد يستمع منه، يعني إذا فشلت كل الوسائل. نعم. وفعلا هذا الصديق يعني صاحب يعني لديه سلبيات كثيرة، فممكن يعني بطرق أخرى وعالج الموضوع. جيد دكتور. حقيقة أعيد كلام العميد عبد الله، في مثل هالحالات أول من تستعين به بعد الله سبحانه وتعالى أمه، لا شك أن لها أثر ما هو بسهل، بليغ جدا. وكذلك من له علاقة به من أقاربه أو من أصدقائه أصحاب المسلك السوي، ويكون له أثر على 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 نفسه فتخبره بذلك، مع الدعاء أن يستمر الابن على هالحال. هناك عدة مراحل أخرى، إن كان هو في سن يستحق فيه الزواج أن تبادر بزواجه مباشرة. نعم. للتقليل والتقليص من الشرور. إن كان في سن لا لا لا
يستحق فيه الزواج أن 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 تبدأ بعرقلة هذا الشر الذي هو فيه بطريقة أو بأخرى دون أن يشعر. مثلا بصاحب السيارة منعه من الخروج حتى تبدأ بإذن الله تأخذ بيده بعد الله سبحانه وتعالى إلى الطريق السليم. وفي النهاية الأمر عند الله من قبل ومن بعد. أنتم كأبناء أو كشباب كيافعين كأبطال كشاطرين أنتم الآن وأصدقائكم اللي تعرفونهم، هل فيه من أصدقائكم من اختار له والدة يعني أصدقاء له معينين؟ يعني هل في أشخاص معينين؟ أنا اللي أبغى أوصل له أن الأب أحيانا ممكن هو بدون ما يشعر الابن يختار له رفقة، يختار له رفقة جيدة تناسبه وتناسب بيئته وينطلق هو معها بدون ما يشعر الابن أنه فرض عليه الرأي. هل عندكم من الأصدقاء من عمل معه والده هذا الشيء؟ نعم، أنا مريت بتجربة. أيوة. في هذه التجربة اتصل علي أحد الأشخاص وقال ولد الفلان الفلاني اشتكى إليه أبوه وقال أنه يذهب مع رفقاء سوء ويحتاج إلى أن يرجع، كم اشترى له سيارة وفاصدم فيها كم يتشكى له. فأخبرني هذا بطريقة أو ما أني أحاول أتواصل مع هذا الأب مع هذا الإبن حتى أبعده من هذا الشيء ويرجع إلى والدي. لكن وجدت أن الطريقة بعدما اكتشف أن الإبن أنها فرض تراجع وانقطع جميع الاتصال الذي بيني وبينه. عجل. حتى حاول اتصال معه لكن لم يستجب عندما علم أن فيها فرض من والدي. لكن أنا أقول يبقى التوجيه، يبقى الوالد لابد أن يوجه ولده في اختيار الصديق. لا يجبره طبعا على اختيار صديق لكن يوجهه في اختيار الصديق. أسأل الله أن يعين على ذلك. تعرف لي أحد أنت محمد؟ والله بالتحديد لا، لكن كطريقة أن الشخص اختارني كصديق له، لكن الوالد أتى يوظفني لصالح أن يكون قدوة له، صديق حسن له. أنا سألت هذا السؤال لأني أقصد فيه أن بعض الآباء يعني ما يتعب نفسه أنه من البداية يوجد لابنه بيئة سليمة على أساس ما يتعب هو بعد ما يختار الابن أصدقاء يتعب في أنه يقعد ينتزع فلان ولا ما أدري كيف هذا يناسب أو ما يناسب، بأن يعني خليني أنا من البداية أختار له بيئة حتى أختار له المدرسة المناسبة بعد اللي فيها يعني ما أجي أبحث عن مدرسة قريبة من البيت قدر ما أبحث عن مدرسة مناسبة لبيئة ابني اللي ممكن يعيش فيها حياة جيدة ومن خلالها ممكن يكون أصدقاء وأنا أكون واثق ومطمن. يعني أوجد له بيئة في السكن، بيئة في المدرسة إلى آخره. أنا هذا كان هدفي من السؤال. أنتم ما تعنيتم كآباء في هذا الجانب؟ أخوي إسماعيل فيه، خلنا نرجع ورا شوي، فيه أسس مهمة جدا في حياة ابنك أسسها. أولا كي ابنك يتقمص شخصيتك في انتقاء الأصدقاء السويين اجعله يجالسك في مجلسك. حلو، هذه مهمة جدا. علمه. بس مو كل الآباء مثلك يا دكتور. أنا نتكلم أنه هذا الأصل. الأصل. أنا نتكلم هذا الأصل. الأمر الآخر أخي الكريم وهذه مهمة جدا وقد يغفل البعض عنها، والدي حفظه الله يحرصني على ذلك وما زال قد يراني الآن ويسمعني، ولكن أسأل الله يطول في عمره ويخلي لنا. بر آبائكم تبركم أبنائكم. بمجرد يا أخي الكريم أن تبر أبويك سبحان الله أبشر بالخير. بر أمك، بر أبيك، أرعي لهم سمعك، بادر باحتياجاتهم قبل أن يطلبوك. هنا البر وهنا السر. سبحان الله يسخرهم الله لك سبحان الله. في أي طريق كان حتى لو سلكوا الطريق السيء بمجرد أن توجهه يتقبل. مع التأسيس والقاعدة الصلبة التي ذكرت سلفا وقبل ذلك توفيق الله يتقبل منك الأبن أي صديق أو أي بيئة توجهه إليها. بمعنى آخر تقول يا ابني انتبه من مثلا من الأصدقاء الذين يمشون بالطريق الفلاني، انتبه من البيئة الفلانية، انتبه من الأشخاص الذين سلكوا الطريق الفلاني وهلكوا،
أنتبه من كذا أنتبه من كذا، لا شك أنه عنده تقبل وعنده استماع، فلن يسلك الطريق الذي جيد الذي نهيته عنه. إيش رأيك نأخذ تعليقك بعد فاصل بس إذا تكرمت؟ كونوا معنا بعد هذا الفاصل. برنامج معافى يقدم الاستشارات الصحية والمعلومة العلمية الدقيقة لكافة أفراد المجتمع، مع عرض لأحدث أنواع العلاجات والجديد في مجال الدواء. معافى يأتيكم في الأوقات التالية. هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز النخبة الطبي الجراحي، أول مركز طبي متخصص بالرياض في جراحات اليوم الواحد. هل أنت مبدع، منشد، ممثل، كاتب نص، مخرج؟ مهما كان عمرك، إذا وجدت في نفسك الإبداع وأردت أن تطوره وتنميه، فارسل اسمك وعمرك وموهبتك ورقم جوالك على الإيميل التالي mubdia@almajdtv.com للترشح للمقابلة الشخصية. نرسم لوحة من بريق بريق الماسة. مجددا أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله جميعا. حياكم الله. كان عندك تعليق شيخ عبد الله قبل الفاصل. نعم، كما تفضل سعادة الدكتور، لأنه أنت تضع الأسس للابن أو الابنة، ثم تراقب في مسيره في اختيار الأصدقاء. ولكن أنا أقول هذا جيد بدون شك يعني، وهذا تأصيل وتأسيس وتربية، ومعروف أن التربية هي عملية مستمرة مع الإنسان. نعم، تبدأ من ولادته إلى أن ينتهي. نعم. نعم. لكن مع ذلك بعض المرات بعض الأبناء قد يكون يعني من شخصيته هو أنه يحب أنه يخالف شوية. نعم. يطلع عن الخط شوية، ها، يجرب كيف بيصير وبيرجع. نعم. زي ما تفضل الدكتور، أنت إذا أسسته تأسيس جيد وممتاز على الأسس السليمة، حتما بإذن الله أنه سيعود، حتى لو انحرف قليلا سيدرك يعني من مقدار انحرافه وخطأ يعني قراره، وأن هذا مثلا الصاحب لا يناسبه البتة. فخلها تجربة هذه، لماذا لا يعني؟ نعم. لماذا نكون يعني حنا نحميهم حماية أكثر من اللزوم؟ خلوني أنا أقول لكم أيضا يعني في مقترح يعني اقترحه بعض التربويين، يقولون أن يعني إذا كان الابن مثلا اختار صديق ورفض أن يغير هذا الصديق، قالوا ممكن من الاقتراحات يعني، والمجال مفتوح طبعا لكثير من الافكار، لكن قالوا من الاقتراحات ممكن انت تقول يعني ايش الاشياء اللي انت خايف على ابنك من هذا الصديق. تجي تقول له والله شوف يا ولدي، انا عندي لك مكافأة في حال انك جعلت صاحبك هذا يترك التدخين، عندي لك مكافأة في حال انك جعلت صاحبك هذا يحافظ على الصلاة في المسجد. فبدل ما انت بدل ما يصير ولدك في مرحله دفاع، لا ياثر عليك، لا يسوي، يصير الولد ايش؟ ايجابي، وهو ينطلق في انه يوجه زميله، ينطلق في هذا الامر. فاقصد الافكار التربويه كثيره، يعني ممكن احنا نحاول ان نتواصل مع ابنائنا من خلال مثل هذه الافكار. دكتور، لا شك كلام جميل جدا، ويتمنى الانسان ان يكون يعيش المثاليه مع أبنائه وحياته مع مجتمعه، ولكن ليس على إطلاقه أنه قد يستجيب لك الإبن لو أخبرته بأنه إذا ترك صاحبك هذا المسلك السيء سوف أكافئك بكذا.
قد يقول أنا لا أريد المكافأة، أريد أن أخاوي. هنا لابد أن توجد حلول جذرية لشخصه قبل أن يكون، فإما أن تكافئه هو إن تركت صاحبك هذا. هذا أحد، هذه أحد الحلول. وكذلك بالإمكان أن تغير المكان، سواء بانتقالك مثلا من المنزل هذا إلى منطقة أخرى خارج المدينة، إذا شفت أن الأمر استفحل مع ابنك، لأن ابنك هو أساس في الحياة، نعم، في حياتك أنت. لذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنا سأكون مسؤول، وكما قال أخ موسى سيتحمل أبي التبعة، ونعم وأنا سأتحمل التبعة. الابن يريد كل شيء في حياته مهيأ، ولكن التبعة تتحملها هذا الأب. فلا بد أن تكون لك يعني عدة حلول، ليس فقط أنه أنت يعرض على صاحبه مسألة أنه إذا ترك المسلك السيء سأكافئه بكذا. نعم أتمنى يكون ذلك، لكن إن لم يتجاوب أنا سأكافئك إذا تركت صاحبك فلان، ما لم يتجاوب بالمكافأة كذلك لابد أن أوجد حل، ولو حصل الأمر أن أنتقل من مكان هذا إلى مكان آخر لكي أنتشل ابني من هذه البيئة. جيد. أنتم أيضا كشباب يعني هل أنتم تهربون من المنزل وتروحون إلى الأصدقاء لأجل عدم وجود بيئة مناسبة في المنزل، لأجل أن أبنائكم عفوا أبائكم ما أوجدوا لكم بيئة جاذبة في المنزل، وهذا اللي يجعلكم إيش تطلعوا برا وتدوروا على أصدقائكم وتروحون وتجون، هل هذا فعلا أو لا؟ والله أنا من وجهة نظري قد يكون أحد أسباب ذلك قد لا يكون. قد يكون الأب موجه ومرشد ومبين، لكن مكابرة من الإبن وقلة تمييز عقلي بين الصحيح والفاسد يتجه أو يجد المغريات لدى الأصدقاء، نعم، أعلى من لدى الأباء فيتجه لهم. قد يكون لا، الأب من جراء نفسه هو مهمل أصلا مع ولده، نعم، فلا تلوم إذا ذهب ولدك وانجر معه، نعم، لكن إن وجد الأب في بيته أفضل مما يجده خارجه، فالابن إن وجد في بيته مع أبيه ومع أهله وأمه ما قد يجده أفضل من خارج، فمن الطبيعي أنه سيبقى في المنزل وسيسمع كلام أبيه وأمه ولا يحتاج يطلع، ولا يحتاج أن يخرج، اللي هي إشباع رغباته، نعم، اللي هي إشباع رغباته، نعم. محمد هو صحيح، لكن الأغلب الآباء يكون دائما مشغولين عن الأبناء بكثير، تقول يعني منشغل بأعماله منشغل بشغله، فأكيد أن الشاب سيبحث عن أصدقاء يعني يأخذ يعطي معهم، إذا كان ما في أحد يأخذ يعطي معه في البيت أكيد أنه بيبحث عن أصدقاء، نعم. لكن ما تعتقدون أيضا جزء من طبيعة الحياة أن الابن بعد 14 سنة يروح يبحث عن أصدقاء ويريد أن يتعرف أو إلى آخره، لكن الهروب الدائم من المنزل معناته أنه في مشكلة في المنزل؟ شيء صحيح. أنا بسألكم لو تسمح لي، هذا يعود للأساليب اللي ذكروها الدكتور والأستاذ عبد الله، أن الأساليب يعني استخدم الأب أسلوب القسوة كحل في التربية، فمن الطبيعي أن الابن يهرب منك ويذهب، لكن إن رأى منك أيها الأب تنوع ولين ومغريات بين الترغيب والترهيب يكون أنت أب، أنت أفضل صديق له، يجد منك بحق أخوة وصداقة، فأنا أقول لن يتجه، سيسمع كلام والده، لكن على إطلاق، ليس على إطلاق، نكون لين معها. أنا أقول قد يكون الابن مخطئ مع أن الأب قائم بدوره، لكن مكابرة منه أو لا، لكن أنا أقول الأغلب بإذن الله سيستمع لكلامك أنت. أنا أيضا أقول أن الآباء يمكن ما أوجدوا بيئة فعلا حقيقية في المنزل جاذبة تجذب الأبناء للبقاء. جزء من تكوينة الأبناء أنهم يروحون يبغون يتعرفوا على أصدقاء جدد، وهذا طبيعي، لكن أنه يجلس بالساعات الطويلة خارج المنزل معناته أنه في خلل موجود في المنزل وهروب، يهرب الشاب من المنزل ولا يتمنى اللحظة اللي يجي فيها البيت إلا عشان ينام، أو إذا ما عنده فلوس يضطر يجي يأكل، يعني لو عنده فلوس حتى ما اضطر أنه يجي. عطفا على هذا أنا أدخل على موضوع مهم الحقيقة، موضوع البنات تحديدا، وتعرفون يعني المدارس أصبحت فيها جزء من الوباء فيما يتعلق بقضية الإعجاب، فيما يتعلق بقضية المسترجلات، فيما يتعلق، وكل هذه تراها نتائج لتقصير في المنزل
ونتائج لفقدان عاطفة فقدوها البنات من والدهم من والديهم، ولأجل ذلك هم ذهبوا يبحثون عنها في الخارج، وحتى قضايا المعاكسات وقضايا إلى آخره. فأنا الحقيقة أحمل الآباء جزء من هذا المسألة، بالذات في مسألة البنات في اختيار الأصدقاء الغير مناسبين، لأنهم ما وجدوا عاطفة تشبع رغباتهم وتطلعاتهم، وهو جزء من تكوينتهم العاطفة ما أشبعها الآباء في المنزل، فبحثوا فيها مع صديقاتهم إلى آخره. تفضل دكتور. حقيقة كلام في هذا الموضوع مهم جدا جدا، وقد لوحظ هذا الأمر بشكل واسع، ولكن المشكلة تكمن داخل المنزل، والسبب الأبوين. يستحي بعض الآباء أو بعض الأمهات أن تخاطب ابنتها بمخاطبة هي تحتاجها. مثال: تعالي يا حبيبتي، تعالي يا نور عيني، تعالي يا قمر. يرونها عيب يا دكتور بعض الناس. يرونها عيب، وهذه المصيبة. لذلك بمجرد أن اتصل أي متصل وقد أخطأ في الاتصال، ثم سمع صوت هذه الفتاة، ثم أعطاها بعض العبارات العاطفية، قد يجذبها. لذلك السبب من؟ بعض الآباء قد يقول هذا لا عيب، ولا يجوز، ولا يمكن أقول الكلام ذا. إذا تحمل ما يأتيك. قد يقول القائل: يا أخي انظر إلى أمهاتنا. أقول لك صح، تلك بيئة، تلك أمة قد خلت، لكن نحن الآن في زمن قد فتح فيه كل شيء. لا أقول منفتح، أنا أقول قد فتح فيه كل شيء، جميع القنوات المرئية والمسموعة والمقروءة. فلا بد أن تعالج كل مشكلة في زمنها حسب احتياجها. بمعنى البنت الآن تعيش في زمن بين صديقاتها وبين البيت، فتسمع من صديقاتها بعض العبارات الجميلة، وفي المقابل في المنزل تجد بعض الكلمات والعبارات القاسية. فتكره الأم وتكره الأب وتكره الأبناء، فتفكر وبقوة وتتألم وتتضور متى تنتهي ساعات هذا اليوم، بحيث أنها تصبح وتذهب إلى المدرسة لتقابل بعض زميلاتها. وهذه حقيقة يعني يفقدها الكثير، بل السواد الأعظم في مجتمعنا أن يخاطب ابنته: يا أخي هذه البنت الصغيرة الجميلة اللطيفة الأنثى، لابد أن تعطيها حقها من الإشباع العاطفي. يا جميلتي، يا حبيبتي، تعال احضنها يا أخي، هذه ابنتك، لابد أن تشبع رغبتها العاطفية. والله لا تنظر إلى صديقاتها ولا تنظر إلى أهل السوء، لأن هذه جبلت، البنت جبلت، الأنثى جبلت على هذه العاطفة من الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أحذر كثير من الآباء والأمهات، إن لم يسلكوا هذا المسلك فسيحصدون أمر لا يرضي الله عز وجل، ثم لا يرضيهم إلا يشاء الله سبحانه وتعالى. شيخ عبد الله، أطرح معك سؤال آخر، ما شاء الله جاد وأفاد الدكتور. مسألة أن أنتم أيضا كآباء، يعني آباء وأمهات، ما تراقبون سلوكيات ومتغيرات الابن وتأخذونها والبنت وتأخذونها على محمل الجد. بمعنى أحيانا والله الولد متغير، ما هو بذاك، لا لا بس أتوقع كذا، البنت والله أنها متغيرة، البنت صارت مدري كيف، البنت فجالسين أنتم تلحظوا في متغيرات، لكنكم لا تريدون أن تعيشوا أو تعيشوا هذه المرأة هذه الحقيقة، أو تقفوا عليها، أو حتى تراقبوا وتحاولوا أنكم تصلوا إلى حقيقة هذا التغيير. ثم إذا وقع الفاس في الرأس، اتصلت شرطة ولا اتصلت الهيئة ولا مدري إيش، قلتم يا راسي. فأنا أقول أحيانا سلوكيات الأبناء إذا جت بدأت تتغير، يفترض أننا نلحظ هذا الأمر سريعا ونبدأ نتتبع وين الخلل كان. تفضل. بدون شك، زي ما قبل شوية قلنا أن عملية التربية عملية مستمرة. نعم. ويجب، وطبعا هذه تعتمد على 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 نضج الابن أو البنت. يعني من الخطأ أن نعامل الأبناء والبنات كلهم بنفس الأسلوب. كل له مفتاح، فنحاول نعرف شخصية هذا الابن أو هذه البنت، أصلحهم الله جميعا، ونتعامل معهم من هذا المنطلق. ولنا يعني في 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أسوة حسنة. يعني كنتوا تتكلمون قبل شوي على الجفاف العاطفي، عندنا حقيقة جفاف عاطفي كبير لا تجاه الأبناء ولا أنا حقيقة لا أدعي المثالية هنا، وأعترف بتقصيري
بحكم يمكن عملي وأخذت مني سنوات طويلة والمسؤوليات وكذا وجفاف البيئة العسكرية، ولكن هذا ليس مبرر حقيقة. وأتمنى أن أبنائي لا يقعوا في نفس موقعك. نعم نعم. فزي ما تفضلت يعني متابعة الأبناء والبنات وملاحظة الظواهر وأي سلوك وأي شيء في يعني المظهر الخارجي ترى يدل زي ما تفضلت نعم. على شيء داخلي بالضبط. فلو سبرت غور هذا الشيء نعم. لتوصلت إلى وقادق إلى سر هذا التغيير. جيد. أنتم كأبناء أنا يعني خلينا أوصل صوت الشباب وهاكم تعلقون، يعني يقولون إن يعني ليش يتدخلون أبائنا فينا وحنا يعني الجيل جيلنا غير جيلهم، ولأجل ذلك معاييرهم تختلف عن معاييرنا الآن الحقيقية والواقعية. فيعني هم يرون أن لا لازم يكون رجل فيه كذا وفي كذا وفي كذا من المعايير اللي هم عاشوا فيها وهم شباب، مع أن لو ترجعون لتاريخهم هم شباب. خلوني ساكت. فأنتم تقولون لا إحنا الآن المجتمع يعني متسارع جدا واختلفت أشياء كثيرة ولا يمكن أن نجد يعني أشخاص كاملين، ممكن يعني حتى يوجدون لنا أشخاص كاملين ما فيهم خطأ، لازم الخطأ والعيب، فإحنا لا بد أن نقبل بعض الأخطاء البسيطة في بعض أصدقائنا. يعني سؤالك هل يتقبل الابن من ذلك إن وجد يعني فيه. هل آباءكم معاييرهم تختلف عن معاييركم أم معاييركم أنتم كأبناء في اختيار الصديق؟ في اختيار الصديق يعني هم عندهم معايير مختلفة، أنتم الآن مجتمع مختلف تماما. ليس عن مجتمع أستاذ العزيز، ولا ليس عن مبادئ اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، لا نحن ديننا إسلامي. نعم. والإسلام لم يترك صغير وكبير إلا وارشدنا عليه، ومن ذلك اختيار الصديق. يعني نعم. عندما نستعرض القرآن الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ويرشدنا أن هذا هو الصديق الصح السليم الصحيح وهذا هو الصديق السيء، هذا معيار. نعم. هذا سينطبق على الآباء في جيلهم، ينطبق على آبائنا. نعم. فلذلك نحن قواعدنا وإسلامنا مبني من قدم، يعني عندما يقول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه، إذن يبين لنا أن من اتخذ مع غير الرسول سبيلا هذا هو الصديق السيء. نعم. ابتعد. نعم. عن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا نعم. المتقين. نعم. وفي أكثر من موضع النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الحسن الصالح والجليس الصالح والجليس السوء كمثل نافخ الكير وحمل، إذن هذا معيار نقيس فيه أصدقائنا، يقيس فيه آباءهم وأبنائهم كذلك. ابن القيم يعني العلماء أسلامنا حتى في معايير اختيار الأصدقاء قالها، قال الأصدقاء ثلاثة، إما صديق كالغذاء تحتاجه كل حين. نعم. وصديق كالدواء تحتاجه في وقت دون وقت، وصديق كالداء هذا لا تحتاجه قط. وكذلك ابن مسعود الشافعي كان يقول لولا قيام الأسحار ومصاحبة الأخيار لما رضيت أن أبقى في هذه الدار. جميل. فهذه معايير يختار فيها. كلمة أخيرة أخوي محمد عشان أختم الحلقة. عن طاب الأصدقاء. نعم. مشكلة الآن الآباء عندهم غياب عن النطاق التربوي، مغيبين جدا، يعني إذا جاء تعامل معنا يعني في كتعامل اختيار صديق أو أي نطاق معين، لكن يجي يفرض علينا الفرض يعني الأشياء. نعم. هذه. نعم. يقول يا ليت إن هناك في أشياء يعني تقدم للآباء مخصصة خاصة للآباء حتى ينشئون جيل يعني عندهم ناشئين الآن صغار يكون يتعامل معهم بالتعامل الصحيح التعامل الحسن. نعم. حتى ينشئ جيل آخر يعني في السن 14 سنة، هذا يكون مثالي. ثانيتين ثانيتين انا اقول انتهت يا دكتور. انتهت ثانيتين. اقول لك الكريم اشباع الرغبات للابناء والبنات في المنزل واعطائهم حقوقهم كامله بقدر استطاعت كل انسان، سبحان الله، يعني لن يتجرأ ان يماشي اناس اصحاب مسلك سيء. كذلك في المقابل ان لا اعطيهم كل ما يتمنون، فكلما انتهت أمنية طلب الأخرى، ثم بعد ذلك لا ينتهي الأمر. ولكن لابد أن تكون هناك موازنة بين عدم الإجحاف وعدم الإفراط، خل الأمر أن يكون وسطا. جيد. ثم بعد ذلك ترى نتاج ذلك وتحصل ثمار بإذن الله. بإذن الله تعالى. شكر جزيلا لكم على إثراء هذه الحلقة، وأيضا الشكر موصول لإخوة والأخوات على المتابعة. ألتقيكم في حلقة مقبلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.